نامي يا حبيبتي. والحكاية جئت لأحكيها. أغمضي عينيك أولا. كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان. وجدت كنزا، إنها حبة قمح. يا لفرحتي، لقد أنعم الله تعالى علي بثروة لا تقدر. يا لك من بطة مجنونة، كل هذا الصراخ والضجة من أجل حبة قمح. أجل، هذه القمحة خير وبركة. أعطيني إياها لأنقدها بمنقاري، فمن الأفضل أن تسقط في معدتي وتستريح. لا لا، إن هذه القمحة سوف تجعلني غنية. غدا أزرعها وأرعاها فتتحول إلى آلاف من حبات القمح، فأحصد وأدرس وأصبح مزارعة ناجحة. يا لهذه الأحلام المستحيلة، من حبة قمح واحدة ستصبحين مزارعة ناجحة. صادفت في حياتي طموحين، ولكن مثلك مجانين لم أصادف. الدجاجة والكلب أعرض عليهما مشروعي، فلعلهما يوافقاني على زراعة القمح ويساعداني في ذلك، فنصبح شركاء ونتقاسم الأرباح. أهلا بالجارة العزيزة. أهلا بك يا جاري، لقد شئتك بمشروع كبير. خيرا إن شاء الله. ما هو هذا المشروع؟ وجدت قمحة وأفكر بأن نزرعها ونرعاها، ثم نحصد الغلال بعد حين ويصبح لدينا مزرعة. أنا لا أفكر بالزراعة، مشروعك متعب، يتطلب حرث الأرض وزرع الحبة وريها ورعايتها ثم حصدها ودرسها وتجريدها من القش ثم حملها إلى السوق وبيعها. لا 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 لا, لا يا صديقتي البطة، هذا المشروع لا يوافق أعصابي. الحمامة اعتبرتني مجنونة وأنت ترفض المشروع؟ حسناً، أنا لست مجنونة، وهذا المشروع ليس حلماً مستحيلاً. كلام الكلب لن يجعلني أتخلى عن حلمي الذي سيصبح بإذن الله أجمل وأكبر حقيقة في حياتي. من هناك؟ من الذي يدق بابي؟ لن أفتح قبل أن أسمع صوت الطارق. لا تخافي يا عزيزة الدجاجة، أنا جارتك البطة. لا تؤاخذيني يا جارتي على تصرفي معك. فأنت تعرفين الظروف الأمنية المريرة التي نعيشها هذه الأيام. تفضلي تفضلي بالدخول. موسيقى
لا تؤاخذيني يا جارة، ولكن الأمر مهم كما ترين. الواقع أنه مشروع معقول وفوائده مضمونة، ولكن ولكن ماذا؟ هذا مشروع نجاحه أكيد 100%. أجل يا عزيزتي، ولكن تفضلي اشربي القهوة. ولكن مخاوفي من التجول في الحقل يجعلني أمهن التفكير بهذه الخطوة. الذئب يراقب حيانا ليل نهار، وأنا كما لا يخفاكي أصبحت دجاجة مسنة. كدت أيأس لأن الحمامة والكلب رفضا التعاون لعدم إيمانهما بالنجاح. لا عليك، قومي بالمشروع لوحدك. أنا دجاجة عجوز لها تجاربها وخبراتها في الحياة. إنني أنصحك بأن تباشري مشروعك الآن، والله سيكون لك خير معين. زمردة كريمة النفس، بشوشة، مخلصة لأصدقائك القدامى. المال لم يغير من طبعك وخلقك. أنت تستحقين ما أعطاك الله من خير وما وصلت إليه من جاه وعز وغنى. الحمد لله يا أصدقائي. أتذكرين يا صديقتي يوم عرضت علي مشاركتك في هذا المشروع ورفضت أنا؟ كم كنت غبيا. وأنا أيضا أذكر يوم عرضت علي نفس المشروع ورفضت. أضعت وقتي في اللهو واللعب في الشوارع، كم كنت غبية. أما أنا فلم أرفض المشروع، بل شجعت البطة عليه. ولكن ظروفي في ذلك الوقت كانت قاسية. لا بأس يا أصدقائي، عرضي للمشاركة
ما زال قائما حتى الآن، فأنا وحدي لا أستطيع الاستمرار. العمل كثير ويحتاج لأيد عديدة. صحيح يا زمردة. الواقع إنه مشروع ناجح جدا، وأنا شخصيا ليس لدي مانع للمشاركة في العمل. طبعا طبعا طبعا، ليس هناك أي مانع. وأنا أيضا أعتقد أن الظروف الماضية تغيرت. إذن ما دامت الظروف تغيرت والموانع زالت، فأنا أرحب بمشاركتكم يا أصدقائي في هذا المشروع. سوف تنضم جهودكم إلى جهودي، فنتعاون جميعا بمحبة وإخلاص من أجل العمل المثمر.